يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى بضعتك المظلومة المحرومة، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا يا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا راكبا مهرية شئت الصبا كأن لها برق الغمام، زمام إذا جزت في وادي قبا قل بعولة أهاشم قوموا فالقعود حرام، لقد حل فيكم حادث أي حادث هوت فيه للدين القويم دعا سبط ضام بالطفوف وشلوه لسمر العوالي والسيوف طعام وأعظم رزق زلزل العرش صرفه ودك الرواسي فهي منه رمايا، جهراً على حجب أحمد هي فلم يرع فيها للنبي ذمايا، ففر من الأعداء حسرى مروعة لها الستر ستر والعفاف لثايا
بطرف للحماة فما ترى سوى جثث قد غالهن حمايا. وقد عط المصايا فؤادايا وشب لها بين الظلايا عذرايا يا مو يا سائق الأضعايا وادعوا أهلي بالدموع عزما يا مو زينب احتارت يوم شبوا بالخيام نايا طلعت وياها الحريم صغار وكبار تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين انا خدر نهتك ونهتك خدر النساء عجل ادركنا لا يهت كون النساء لما سمع ظليت قايا يا يا الله بفوق الوعاء قالها يا زينب باليتايا اما لا تجيني تكثرين ابن البوايا يا تهيجيني رد سكينة يا زينب رد سكينة لا يهي يجها ونيني لا تكثري عتبي ولا تجيني بالأخمى راسي يقبالك والجسد بالخيل ينداي روح الشريعة بالجنية تشوفين عبا يقدر على النهضة ويسيل سيفه البتايا ويلي صاح دخيلك يا الموزع بالشريعة ولن الندر روحي ترى جفوف قطيعة تقل ويلي ويلي أنا رايحة أنا رايحة لعباس جعدة جعدة ورج بجفوفة فوق زندة وقل الحرام صار بشدة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الإنسان في مسيرته الحياتية منذ أن يعى الحياة ليس بإمكان أي إنسان يقول أنني أتذكر اليوم الأول من ولادتي، ولا الستة أشهر الأولى، ولا السنة الأولى. المشهور بين الناس البعض اللي عنده ذكاء في الماضي، قوة في الذكاء والحافظة، يقول عمري 3 سنوات أتذكر، ولا عموم الناس من 5 سنوات وطالع يبدأون يتذكرون الماضي. ولكن ماذا جرى في هذه السنوات الأولى، السنة الأولى والثانية والثالثة الرابعة الخامسة من عمر الإنسان؟ ماذا جرى فيها؟ لا يتذكر الإنسان، ولكن يقين أن هنالك مجموعة من المطبات جرت في حياتنا، مجموعة من الألم. اليوم في مجتمعنا، المجتمع العالم الثالث والمجتمع الشرقي، طبيعي الإيد والضرب وأسلوب التعامل يختلف عن المنهج اللي جعله رسول الله، وحتى المنهج التربوي الحديث الذي يتحدث عن مناهج التربية. ليس كلامي هنا، وإنما أقول يبدأ مركز الوعي عند الإنسان منذ 4 والـ5 والـ6، يبدأ الإنسان يعي ماذا يجري في هذه الحياة. ترى اليوم الطفل على شيء بسيط يبكي، وعلى شيء بسيط يفرح. كلما يكبر الإنسان أزمات الإنسان، إذا ردنا نقول جانب سلبي، خلينا نتكلم بجانب إيجابي، كلما آفاق الإنسان، كلما تطلعاته، كلما رؤية الإنسان للحياة تختلف. يعني يوم اللي عمرك أنت 10 سنوات و15 سنة يختلف وجهة نظرك للحياة، أدوات مهارات التعامل مع الحياة تختلف. يوم اللي صار عمرك 20 سنة يقين عامل التجربة والنضج العقلي والخبرة عند الإنسان. كل ما يكبر الإنسان كل ما الخبرة، يعني يخرج من عالم يسمى بالعالم التجريدي إلى العالم التجريبي. العالم التجريدي عالم من دون تجربة، العالم التجريبي العالم اللي الإنسان مر في، سواء كانت أخطاء، سواء كان جانب إيجابي أو سلبي. بالنتيجة الحياة تربي الإنسان، الحياة مسيرة الحياة تدخل الإنسان يربو يكبر ينضج. اليوم أنت الآن الأموال من وين تحصلها؟ ترى أبويا دائما يصرف علي. لما يكبر الإنسان يسعى في الاستقلالية، مو أنت الشاب لما تطلع إذا أبوك سألك ها وين رايح تقول أنا كبرت بعد لا تسألني وين رايح. يشعر الشاب خصوصا بداية المراهقة أكو روح تسمى روح الاستقلالية، ما يحب يسأل أنت وين رايح وين جاي، مع منو طالع، منو رفيجك، شو تسوي، أي ديوانية رايح، وين تنام، وين تطلع. لما الإنسان عنده هذا الشعور بالاستقلالية، زين فكر بالاستقلالية المادية أيضا، اعتمد على نفسك. إلى متى الإنسان يعتمد على أبوه؟ إلى متى تعتمد على أموال والدك؟ أنت كشاب اليوم المصدر المالي لك شنو؟ تقول أنا عندي وظيفة، زين هل الوظيفة فقط؟ اليوم كثير من شبابنا بس يفكر الراتب الشهري متى ينزل عنده، عقله وفكره بس بالراتب الشهري. زين عندك إمكانية ثانية، عندك طاقة وقدرة، بإمكانك في أوقات الفراغ اليومية تستغل هذه أوقاتك وتحاول أن تبحث عن تجارة، مو تجارة، عن عمل. مو عيب أن الإنسان يعمل، مو عيب أن الإنسان يروح إلى شركة خصوصية قطاع خاص ويعمل إضافة إلى الوظيفة اللي عندك. يعني أستغل وقتي بدل ما يكون راتبي محدود كل شهر، وهذا إطاري إذا أريد أسافر، هذا إطاري إذا أريد اليوم أي عمل أسوي اليوم، هذا إطار الراتب محددني، وإلا لازم أقترض. زين مصدر مالي آخر ماكو، هذا يجعل الإنسان مقيد. ولكن الحياة، ضغوط الحياة تعصر الإنسان، تلوي إيد الإنسان. الحياة إلها ضغوطات، الإنسان مهما كبر
مهما عنده مال، مهما عنده ثروة، أكبر إنسان الله سبحانه وتعالى يضغط عليه، يلوي هذا الإنسان، هذا الإنسان اللي رافع خشمه بين الناس، الله يقول أنا أفرغ خشمك بالتراب. وين بالدنيا؟ وين يوديك إلى الحج، يقولك لازم تلبس لباس غير مخير، الرائحة الطيبة لازم ما تشتمها، لازم شعر ما تشلع من جسمك، المراية لازم ما تشوفها، العطر مو بس العطر ما تخليه، حتى الصابون المعطر لازم ما تجيسه، حتى الشامبو المعطر لازم تبتعد عنه. يعني سكر كل الأبواب عليه وخلى هذا الإنسان يروح إلى عرفات يمرغ خشمه بالتراب، يقول له مو بكيفك، بكيفي أنا، وإلا فأنت بعيد عن رحمة الله تبارك وتعالى. أريد أوصل إلى نتيجة مهمة، أن الحياة مطبات كثيرة. اليوم شاب شنو أمنيته؟ أمنيته يكون رصيد مادي وبعدين يتزوج، وبعدين مثلا بيت أهله معطي شقة، وبعدين مثلا شوف بعض الأبناء مع الأسف شاب طيب وجيد تعامله، وتعامله مع أمه وأبوه جيد، يوم اللي تزوج داس على أمه وأبوه خلاص انتهى. والدور المن مع الأسف اليوم البنت الزوجة لازم توقف مع زوجها، مو تقول لها ابتعد، تقول لها ابتعد عن أمك، لا، لازم تقول لها احترم أمك أكثر، أعرف قيمة أمك أكثر، هذه اللي ربتك، هذه اللي سهرت عليك، مو تاخذي من أمه وتخلي أمه تروح. شوف التعامل، الدنيا هذه ترى كما تدين تدان، اليوم تضرب باكر يضربوك، تضرب أكثر يضربوك أكثر، هذا شأن الدنيا، مو على كيف الإنسان نفسه، هو ترتيب رب العالمين، هذا النظام الإلهي، هكذا جعل الله تبارك وتعالى. فالإنسان يمشي بهذه الدنيا، ولكن يمشي إلى أين؟ إحنا شو رايحين؟ تقدر تضمن لي بكرة شو يصير؟ يقدر واحد يضمن لي؟ يقدر يقول واحد بعد أسبوع شو راح يصير؟ إحنا اليوم نمشي وعلى الله مثل ما يقولون، ولكن حياتنا مو ضامنها أنت، أنت وضعك مو ضامنة. الناس اللي الآن بالمقابر شنو يدرون كانوا يموتون هم؟ ما يدرون يموتون، ولكن جاء أمر الله تبارك وتعالى، قضاء الله. فإذا هذا الإنسان متقلب المزاج، شوف اليوم يضحك، شوف اليوم مزاجي عصبي، شوف اليوم مستانس هو، شوف اليوم ما عنده خلق، اليوم كثر من النوم، هذا التقلب في المزاج عند الإنسان، يعني تشوف الإنسان دائما في تغير، دائما الإنسان يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى شيء يتكئ عليه. هذه حياتنا مليئة بالأزمات، هذه حياتنا. اليوم أنت أعزب عندك مشاكل، بكرة تزوجت عندك مشاكل، عندك عيال مشكلة، ما عندك عيال مشكلة، إذا ما عندك عيال تدعو الله، إلهي أريد عيال، صار عندك ذرية عندك مسؤولية تربيتهم، ولا نعيفهم للشارع، ولا نعيفهم المن هؤلاء الأولاد. رسول الله بمقدار ما يقول تناكحوا تناكثوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم، يزين واحد يكثر العيال والذرية، ولكن في المقابل يقول أدبه سبعا، أدبه سبعا، لاعبه سبعا، وأدبه سبعا، وصاحبه سبعا، ثم القل حبل عن الغارب. 21 سنة يحتاج رعاية هذا الولد. اليوم من الآباء اليوم يقعد مع ابنه يسأله؟ تسأل كثير من الآباء، تقول له ابنك بأي صف؟ يقول والله ما أدري. ثانوي بأي صف؟ يقول ما أدري. تعال ولدي أنت بأي أي أي مرحلة؟ أصلا أبو ما يدري، هو ما عنده شو الخبر، ما يدري وضع عياله بأي مدرسة، بأي صف، شنو السالفة، ما عنده خبر عن الدنيا أصلا، بس هو يصور أنه هذه المادة. لذلك اليوم البشر، اليوم تقلب الإنسان، تغير أحوال الإنسان، هذه المطبات اللي في حياتنا. أكو تارة اليوم أنت تمشي في سيارتك ما متوقعك مطبة، ماشي 100 120 150 ماشي سرعة، مرة واحدة تشوف مطبة أمامك، أنت شو تسوي الإنسان؟ تأخذ فريم؟ ما ينفع، شن تأخذ فريم بعد؟ حياتنا مطباتنا، إذا أنت اليوم ما تستعد، ما تكون دائما يحتاج لك إلى شيء، إلى قوام، يحتاج لك عمود، يحتاج لك شيء في حياتك تتك عليه، تعتمد عليه، اللي إذا صارت أزمة لا تنهار، إذا صار عندك مشكلة لا تنتهي، وإنما عندك شيء تقول يا الله. الرواية عن رسول الله يقول من قال يا الله 10 مرات
الله يقول لملائكته أجيب دعوته. 10 مرات تدعو يا الله، حتى في الرواية مرة واحدة، بس هذا تأكيد في الرواية. إذا الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى، إذا أنا أحتاج إلى شيء أتكي عليه، نفسيتها تكون مرتاحة. أنت الآن ما متزوجت، ما انقلبت الدنيا. أنت اليوم تزوجت وطلقت، خلص ما انقلبت الدنيا. الآن واحدة تزوجت وطلقت، أقعد أبكي وألطم؟ لا. اليوم لا سمح الله بي مرض مزمن. أكو بعض الأوقات شاب يقول صار عندي صدفية. من وين صدفية؟ هسه روح أسأل السبب، ما أدري. صارت مرة واحدة شوفي صار عندي صدفية. أكو أمراض مزمنة، أكو مرض بالحساسية يصير عند الإنسان مزمن، تقول لازم أنا طيلة عمري الطبيب قال لازم تأخذ هذه الكبسولة، هذه الحبة لازم تأخذها كل يوم. زين شو أسوي يعني؟ يعني هذا الطارئ اللي يجي في حياة الإنسان، هالمطبات اللي توصل في حياتنا، هذا اللي تعرقلنا، هذا اللي تخلي مزاج الإنسان تعبان، هذا الإنسان نشوفه دائما يحن، يقعد ويا هذا يحن، يقعد ويا هذا يحن، إما يتكلم في مشاكله، وأكو ناس فضوليين، شو يسوي؟ يبحث عن مشاكل الناس، هذا شنو عنده مشكلة؟ وهذا يبحث عن ثغراته، وهذا وين صار عنده قضية؟ أخي تشك في الناس، أنت شك في الناس، روح بحياتك، روح بمستقبلك، هذا شنو عنده؟ شنو ما عنده؟ شو مسوي؟ ما مسوي؟ أنت شك في الناس، أربي نفسي. اولا انا عندي عيوب، خل اطلع عيوبي، بعدين ادور افتش في عيوب الناس. هو اكبر خطا في حياتنا انا ادور في حياه الناس. اذا هالتقلبات، هذا عدم الاستقرار النفسي. تقدر تقول لي يوميا تقعد من النوم انت مرتاح نفسيا؟ تقدر تقول لي انت ما تشعر بضيقه ابدا؟ اتحداك، اتحدى واحد يقول لي انا دائما مستانس، او واحد يقول انا دائما اشعر بضيقه ابدا. تروح أوقات الإنسان، إذن أكو تقلب. إحنا البشر، ما أحكي عن نفسي، ترى كلتنا بهالطريقة. يوم عندك بيزات، يوم ما عندك بيزات، يوم عندك فلوس موجودة ولكن الفلوس مو بإيدك أنت، تحتاج. أوقات أنت تطلع بجيبك، الآن تروح على البوك مالتك تدور دينار تعبي بنزين ما في، عندك فلوس مو ما عندك فلوس. أوقات تصير تروح للجمعية تشتري شيء ولا شيء، مغير دجداشك ناسي، ناس تغير ملابسك، تغير أشياءك وحاجاتك تخلي فيها. إذن أكو في حياتنا مطبات. ليش أقول هذا الكلام؟ إش كثر اليوم واحد، شوف الشباب بعضهم رايحين دورات في التنمية البشرية، رايح دورات في الطاقة، يقول لك أنا أعطيك برنامج عن الطاقة. يعني أكثر من الصينيين، قمة الطاقة اليوم تلقاها في الصين، دورات الطاقة مو جماعتنا. جماعتنا كلام صفط، هذا شوفه كلام حلو تطبيقي، ماكو تطبيق. روح دورات التنمية البشرية، روح دورات الـ NLP، روح دورات إلى الطاقة كلها، كل هذا الشيء تأخذ الطاقة، يعطيك إيحاء إيجابي، تقول إيه والله بعد يوم نشوف نفسك ولا شيء. وين مشكلتي؟ اعتمادي على وين؟ تعتمد على منو؟ اليوم راح أذكر لك شيء، هذا الشيء بيدك أنت، تلميته بإيدك. بمقدار ما تعتمد على هذا الشيء، بمقدار ما أنت مرتاح نفسيا، حتى إذا فيك ضيجة، حتى إذا عندك مشكلة، حتى إذا سامع واحد متكلم عليك، واحد مطلع إشاعة عليك، واحد مطلع دعاية عليك، واحد مستغيبك، واحد متهمك، واحد أساء إليك، كل شيء. شنو أسوأ الاحتمالات؟ خليها في ذهنك. شنو مع كل ذلك بإمكانك تستعيد قواك؟ يقول الضربة التي لا تقتلك تقويك. ضرب اللي واحد ضربك إذا ما قتلك هذا راح تعطيك قوة. شوف اليوم أكو قانون، ما أدري سامعين فيه ولا لا، يسموه قانون الجذب. قانون الجذب في 31 قاعدة من القواعد المهمة في قانون الجذب، اللي علماء التنمية البشرية يذكرونه، يقولون أكو شيء اسمه الفشل. يقولون علماء الجذب أن الفشل سر عجيب في النجاح. احنا شو نسوي؟ الفشل دمرني، رجعني، قضى على حياتي، ولكن عندهم لا، ما عندهم هذا الشيء ابدا. لذلك تنظر الى مخترع المصباح الكهربائي، تروح الى اديسون اخترع المصباح. شوف احنا العرب ما عندنا خلق، ما اطول بالي ابدا، كلمتين انرفز، كلمتين اعصب، ما تمشي على رايي انت ضدي. انا كلمتين اليوم احنا صار وضعنا كلمتين وما نستحمل ابدا. ذاك الرجل، شوف ذول الغربيين شلون وصلوا، شلون وصلوا، وليش احنا ما نوصل اليوم؟ ليش احنا لازم نروح مرضانا نوديهم الى الغرب؟
يعني الله مخالق العقل الغربي غير العقل الشرقي؟ لا، هذاك استفاد من عقله وأنا ما استفدت، بس هالفرق بيني وبينهم، ماكو شيء آخر. شوف شو يقول الرجل، يقول هذا المصباح الكهربائي اللي تشوفه، يقول أنا سويت 1800 تجربة إلى أن وصلت إلى هذا المصباح. إحنا شو نسميها؟ تجارب فاشلة. إجا واحد إعلامي سأله، قال له أديسون يعني أنت مسوي 1800 تجربة فاشلة؟ قال لا، ما تقول فاشلة. شوف، يقول ما تقول فاشلة، وإنما 1800 طريقة لم توصلني إلى المصباح الكهربائي، 1801 وصلني. إحنا اليوم كم تجربة؟ مرة مرتين خلاص، سكرت الدنيا، انتحار، دمرت، راحت حياتي، انتهيت، انقضى علي، أبكي، ألطم، انتهى كل شيء. تعال اليوم نأسس أساس، اللي الغربيين ما عندهم هذا الأساس. أنت الأساس هذا أسسه في حياتك، حتى إذا صارت ضيجة انتأذيت، انكمشت، راح ترجع طبيعي. حتى إذا تألمت راح ترجع طبيعي، حتى إذا صار عندك مشكلة راح ترجع طبيعي. شنو هذا الشيء اللي يربطنا هذا الإنسان مع كل تقلباته، مع كل مزاجياته، مع أخلاق الزفت اللي عند الإنسان، تشوف هذا يتغير؟ شنو هذا الشيء؟ العلاقة بينك وبين الله. شلون تنظم هالعلاقة؟ تقول شيخنا يعني شنو أنظم هالعلاقة؟ أنا صلاة أصلي وهذا ليلة القدر ولا تقدر بعد، شنو يعني؟ شنو أكثر من هذا؟ شنو أكثر من هذا؟ صلاة وقاعد نصلي وصوم قاعد نصوم، ايش تبون من عندنا اكثر؟ يا اخي ما ابي منك شيء، ايش فيك خايف انت؟ انا اريد اربطك، اريد اطلعك من الازمه هذه، المشكله اللي في حياتك، تعال طلع. الارتباط بيني وبين الله اسمه الدعاء. شنو هذا الدعاء؟ الصلاه باللغه يعني ماذا؟ الصلاه مو يعني هذا الركوع والسجود، باللغه بمعنى الدعاء، يعني لما تصلي انك تدعو الله تبارك وتعالى. تعال اليوم شوف رسول الله صلى الله عليه وآله لما يتكلم عن العبادة، يقول الدعاء مخ العبادة. إيش كثر في عبادات؟ أهم شيء في كل العبادات هو الدعاء، واحد. ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول الدعاء مو سلاح، هذا السلاح الموجود، لا مو هذا السلاح المادي، يغير معنى عندك. يقول السلاح الحقيقي اللي تدافع عن نفسك والذي يقيك من الآخرين، يدفع عنك السوء، هو الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن. بس أي دعاء؟ أي دعاء؟ مرة تمشي يا الله يا أخي لك مشوار، لا مو هذا الدعاء، التفتوا، الدعاء سلاح المؤمن. بعد شنو؟ ونور السماوات والأرض، يعني هذا الدعاء الذي يدعو به الإنسان ينور طريق الإنسان في الأراضين، ينور طريق الإنسان في الآخرة، ينور طريق الإنسان. الإمام الصادق يقول الدعاء يرد البلاء. أكو قرار إلهي، قضاء إلهي أن ينزل على إنسان بلاء، الإمام الصادق يقول بالدعاء ترد البلاء. بعد الدعاء يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول الدعاء يزيد في الرزق. مو تريد رزق؟ مو عندك مشكلة بالرزق؟ يقول الدعاء تدعو الله تبارك وتعالى. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول الدعاء يزيد في الرزق. هسه شنو هذا الدعاء؟ ترى أنا أقعد إلهي يعطيني كذا كذا كذا، هذا دعاء إنشائي من عندي. ترى لا، أروح على دعاء الإمام، أشوف الإمام الصادق شلون يدعو، أشوف الإمام الباقر شلون يدعو، أشوف الإمام الجواد. سامع بحرز الإمام الجواد؟ شايفين هذا الحرز؟ حرز موجود وفي صلاة، صلاة ساعة. شنو هذا الحرز؟ شايف أكو حرز الإمام الرضا، أكو حرز الإمام أمير المؤمنين، شنو هذه الأحراز؟ دعاء، هذا دعاء للحماية. أكو دعاء، دعاء تقرأ، أكو دعاء تحمل معك، يعني نوعين من الدعاء. شنو هذا الدعاء؟ الدعاء اليوم عامل، إذا ما تمسكنا بهذا الدعاء كل أمورنا تنحل. زين، شنو هذا الدعاء؟ هسه البعض من الناس يقول لي انا ماكو دعاء ما دعيته، ماكو ختمه ما سويتها، ماكو امام انا ما رحت له، وصاير لي سنوات عديده والله لا يقضي حاجتي. وين المشكله؟ لان عندنا شيئين، عندنا اولا استجابه الدعاء، وعندنا قضاء الحاجه، شيئين.
كل إنسان يدعو الله تبارك وتعالى الله يستجيب دعائه، ولكن بشروط، مو كل واحد. يعني بالله عليك، أنا بروفايل مالتي خار صورة واحدة متبرجة، وذاك الشعر وذاك اللبس، وأسوي تغريدات حب وغزل في تويتر، وبعدين أقول إلهي دخيلك أقضي حاجتي. الله مين؟ الله يشوف. بس تقول شيخنا يعني الله عليه بتويتر إيش لو ما عليه؟ يعني الله بالإنستغرام إن بلد دي. بالإنستغرام بعد وراك في كل نظرة في كل كتابة، هذه أناملك وتشيلها إلى الله. هذه الأنامل كتبت حرام ولا لا؟ اشتغلت بطاعة الله أو بمعصية الله؟ نبي الله موسى يمر برجل رافع يده إلى السماء يدعو الله تبارك وتعالى، قلب انكسر عليه، راح رجع شاف بعد هذا قاعد يدعو، قال إلهي هذا عبدك يدعوك، لماذا لا تقضي حاجته؟ قال يا موسى لو مد يده حتى تقطعت ورقبته، مو هذا ما رقبته، ورقبته حتى تكسرت لا أجيب دعوته. ليش إلهي؟ وانت تقول ادعوني استجب لكم، ليش؟ قال لأن في قلبه شك مني. تربة الإمام الحسين، اجى رجل عند الإمام الصادق يا ابن رسول الله انتم مو تقولون تربة الحسين تشفي؟ قال بلى. قال له انا اخذت تربة الحسين بس ما شافتني من مرضي، شنو السبب؟ قال له لأنك تأخذها وانت على شك. تقول الحين رحنا احنا سوينا هذا الطبيب وهذا الطبيب وسافرنا ورحنا ورجعنا ما استفادينا من الاطباء، يلا خلينا نجرب، شوفوا خلينا نجرب هذه بعد. لا ما ينفع. اذا ما عندك عقيده كامله بان تربه الامام الحسين من عطايا الله للامام الحسين عليه السلام ان جعل الشفاء في تربته، اذا ما عندك عقيده ما ياثر فيك. يعني اليوم لما ادعو الله ما ادري الله يستجيب او لا، ما ادري الله يسمعني، يسمعني الله ولا ما يسمعني؟ هو يقول أنا أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، يقول هذا يسمعني ولا ما يسمعني؟ يتصور أنه لازم يصارخ رب العالمين. شوف شلون التوجه، شوف العلاقة. الرواية تقول أن نبي الله إبراهيم على نبينا وعلى آله وعليه السلام في مرة يرعى الغنم وإذا به يسمع صوت شخص يقول لا إله إلا الله، استغرب لأنه ماكو أحد يعبد الله. شوف يعني البشر غير بشر، هذا غير بشر. الله سبحانه وتعالى ينعم عليه يعطي كل شيء ولا يؤمن بالله، الله يعطيه ويعرض عنه. يعني هذا الكافر، هذا المشرك، هذا الملحد، هذا اللي ما عنده دين، الله يعطيه ولا ما يعطيه؟ يعطي أكل، يعطي ملابس، يعطي هذا الهوى يتنفسه، يعطيه ولا ما يعطيه؟ كل شيء يعطيه. ايش فيه؟ شنو صاير بالبشر هذا؟ شنو صاير بالناس؟ على أقل شغلة بسيطة وكبيرة وصغيرة شوف أنه يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. فسمع شخص يقول لا إله إلا الله، استغرب، أول مرة أسمع. راح ورا الصوت، راح وإذا به رجل، قال يا رجل أول رجل أنظر إليه وحد الله تبارك وتعالى، أنت ماذا تصنع؟ قال أنا رجل كنت في سفينة والسفينة انكسرت بنا ومات الجميع، وأنا أخذت لوح وهذا اللوح أوصلني إلى الجزيرة، أنا يوميا أقتات. قال أنت وين عايش؟ قال في ذيك الجزيرة. قال شلون تأكل؟ قال أجي إلى هذا المكان أجمع ثمار من الصيف وأخلي إلى الشتاء وأنا بهذه الحالة أعيش. قال وين مكانك؟ قال مكاني في ذلك المكان، لازم نعبر هذا الماء، ماء البحر. قال زين شلون تعبر؟ قال لا أعبر. الآن من عندكم يعبر عن الماء؟ شايف مرة؟ روح مرة البرج شوف، رايح حمام سباحة امشي على الماء تمشي. يقول إبراهيم الخليل قال له مو مشكلة، قال له بس ده ما تقدر. ما يدري هذا إبراهيم الخليل، ما يعرفه. قال له بس أنت ما تقدر. قال له أنت إيش تسوي؟ قال أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما تمشي وراك. مشي، وصل عند الماء، الرجل قال بسم الله الرحمن الرحيم، مشي يمشي على الماء. إبراهيم الخليل ما تمشي وراك، ليش طالع تعجب؟ هذا شلون قاعد يمشي؟ منو يعني شلون؟ أي طريقة؟ شنو منو معلمه؟ شلون قاعد يمشي هذا؟ يمشي ومتحجب ينظر إليه، إلى أن عبره راح إلى الجهة الثانية. قال له هذا الكهف، هذا الكهف مكاني هنا. قال له زين إبراهيم الخليل قال له يا رجل تعال ندعو إلى الله وأنت أمن. شوف أنا أقول يا حميد بحق محمد، أنت لازم تقول إلهي آمين، ما يصير تسكت. ليش؟ أكو واحد يدعو واحد يقول آمين،
الذي يقول آمين له مكان عند الله تبارك وتعالى. شوف الأمور كثر دقيقة. إبراهيم الخليل قال له أنا أدعو وأنت موحد لله، أنت قل آمين. أو قال له أنت أدعو وأنا أقول آمين. قال أنا أستحي من الله. قال تستحي ليش؟ قال أنا يوم الأيام نفس المكان اللي شفتك فيه شفت غلام جميل جدا وكان معه الغنم، سألته أنت ابن من؟ وهالغنم الماشي هذا لمن؟ قال لإبراهيم خليل الرحمن. اسمك؟ قال اسمي إسماعيل. إبراهيم خليل الرحمن، الله عنده خليل وأنا ما أدري. فدعوت الله تبارك وتعالى ذلك الوقت أن يرزقني أن أرى إبراهيم الخليل، وصار 3 أشهر من هذه الدعوة مضت والله ما استجاب للدعوة. أنا أستحي من الله أن أطلب أمرا آخر. إحنا واحد البشر لا سوى حرام، غيبة، تهمة، نميمة، صلاة راحت، ما أدري شنو سووا، ودعاء ورا دعاء ورا دعاء ورا دعاء، وين حياة وين شيء. البشر شلون يقول أنا مرة دعيت الله خجلت بعد الله ما استجاب لي، أستحي أدعو مرة. شوف حياة البشر، شوف تعاملهم مع رب العالمين. يا أخي الأمر هذا لا تقول لي ليش، تعرف أنه حكم الله وحاضر على رأسي. لا تقول هذا ليش، شنو السبب، وعطيني دليل. تلك حدود الله فلا تعتدوها، خلاص قطع الطريق. لا تقول لي شيخ نطني دليل وطني آية ورواية. تلك حدود الله، القرآن يقول فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. خلاص لا تظلم نفسك ترى ولا تظلم غيرك. أمر من رب العالمين يقول حاضر، ما في أي شيء آخر، ماكو أي كلام آخر. قال له أنا إبراهيم الخليل، أنا إبراهيم والله استجاب دعوتك. بعد كم شهر؟ بعد 3 أشهر. هو إبراهيم، شنو هو إبراهيم؟ عيد الكلمة، شنو إبراهيم؟ خليل الله، مو يعني شنو؟ يعني صديق الله، ولا شنو؟ شنو خليل يعني؟ هو الله صديق ما عنده، بس يريد يبين شلون حبيب الله، شلون روح الله. هذا خليل الله يعني هالكثر قريب من الله كأنه خليل لله تبارك وتعالى. زين هذا خليل الله، إذا مرة قال لله شيء الله يقول له لا؟ ما يقول له لا. خليل الله، نبي الله، رسول الله، هذا من أنبياء أولي العزم. عمره 83 سنة، عيال ما عنده إبراهيم الخليل، ذرية ما عنده. يعني الله غاضب عليه؟ لا. في الرواية أن الإنسان يدعو الملائكة يخاطبها الله استجيبوا له ولكن احجبوه، أريد أن أسمع صوت عبدي. إحنا بشر، بس الله يعطيك اللي تبيه خلص، قاعد بمكاننا بعد ما يدعو. الله شو يسوي؟ الله يضغطه يقول إلهي دخيلك، يقول إيه يلا توجه إلى الله تبارك وتعالى. لذلك الله يريد من عبد أن يتوجه إليه بأنين المذنبين، أنين. مولاتي فاطمة الزهراء من كثر العبادة وقفت على قدميها حتى تورمت. رسول الله 20 عاما يقف على قدمي حتى تورمت. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الإنسان لازم يعطي من وقته للدعاء، للتوجه. الله ما قضى حاجتي، أكو مصلحة، أكو أسباب. لا تقول أنه تطلع من الطريق، الله ما قضى لي حاجتي، يا أخي شيء فوضت أمري إلى الله. لذلك في يوم القيامة رسول الله، شوف كل هالروايات، كل كلامي يعتمد على الرواية، على أخبار أهل البيت، ما عندي كلام من عندي. رسول الله يقول أن في يوم القيامة الإنسان تارة الحاجة يعطيك، يعني شنو؟ يعني طلبت حاجة، هذه الليلة ليلة القدر، ليلة الدستور، سنة كاملة الليلة يمضون على أعمالك. الليلة هذه يمضي الإمام عجل الله تعالى فرجه وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، يمضي الليلة الإمام على أعمالنا. يعني هو مكتوب الملف، الدستور كامل ترى، ملفك كامل، بس إذا تبي شيء تغير فيه اليوم تقدر تغير. شلون؟ بالدعاء، بالدعاء. الليلة شنو عندك فكرة؟ شنو عندك حاجة؟ رسول الله يقول اطلبوا من الله حتى شسع نعلكم. تدري شنو؟ شايف هذا النعل ابو الاصبع؟ يقول مو هذا الشسع النعل ينقطع؟ يعني هذا شيء واحد يطلبه رب العالمين ما له قيمه ابدا. يقول لا تقول هذا، اقول الشغلات المهمه اقولها،
الإمام يقول لا، رسول الله يقول لا، يقول إذا عندك حاجات شنو عندك حاجة حتى الصغيرة، حتى صغيرة الحاجات الصغيرة أيضا اذكرها هذه الليلة، كل حاجة لديك من الله اذكرها، حتى إذا الله السنة ما مقدر يعطيك 1,000,000 دينار مثلا أو 10 ملايين أو مثلا 10 مليارات ما مقدر، تقدر هذه الليلة قد يستجيب الله تبارك وتعالى. بلاء يريد أن ينزل على الإنسان، هل ليلة تدخل الله يدفع عنك البلاء، تدفع صدقة الليلة، صدقة تدفع الليلة، ولو أنا كل مرة أقول 100 فلس اليوم ادفع دينار لسلامة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، إعطاء للفقراء هذا المبلغ للمحتاجين، أنا سوي هذا العمل أدفع البلاء عني، أدفع البلاء عن مولاي الإمام عجل الله تعالى فرجه، هذا الدعاء هذا الارتباط. إذن إنا أنزلناه في ليلة القدر، هنالك عدة روايات أنه في ليلة القدر كل القرآن نزل أو نزل آية آية، في الرواية أنه نزل في اللوح المحفوظ في السماء، في اللوح المحفوظ نزل القرآن، ولكن نزل تدريجيا على رسول الله في 23 سنة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، الله يقول لك أنت تسمعني تعرف الليلة ولا مو قاعد تفهم، تفهم شنو أقول، الله يقول وما أدراك ما ليلة القدر، هذه ليلة عظيمة، ليلة القدر خير من 1,000 شهر. الآن ما أول الآية لأنه إذا أدخل فيها يأخذنا الحديث، ليلة القدر خير من 1,000 شهر، تنزل الملائكة، تنزل فعل مضارع، فعل مضارع يعني ماذا؟ يعني الآن والمستقبل، الملائكة يعني تتنزل الملائكة، بس هذه التاء شالوها علشان باللغة العربية يصير سهالة بالقراءة، تنزل الملائكة، الملائكة شنو؟ تدري أكثر خلق خلق اللهم الملائكة، أكثر خلق، مو الماء ولا البحر ولا الأرض ولا البشر ولا الحجر ولا النبات، أكثر خلق خلق الله والملائكة. يقول العبارة شوف، تنزل الملائكة يعني شنو؟ هذا القرآن، يعني كل الملائكة، ملائكة السماء، الهواء، البحار، الجبال، الأرض، الإنسان، كل الملائكة في هذه الليلة، تنزل الملائكة وبعد منو؟ والروح، منو الروح؟ روح القدس، روح القدس لا ينزل إلا في هذه الليلة، هذا من أعظم الملائكة، لا ينزل روح القدس إلا فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني شنو؟ بإذن ربهم، يعني الملائكة تنزل ترى مو من عندها، بإذن من الله، تنزل على من؟ السؤال هذا، تنزل علي؟ لا، عليك؟ لا، على منو؟ تنزل على منو؟ الملائكة ليش تنزل هالليلة؟ روح القدس لماذا ينزل هذه الليلة؟ ينزل على حجة الله، ينزل على بقية الله، ينزل على إمام العصر، ينزل على الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. إذن كل الملائكة الليلة تتنزل، هذا القرآن صريح، صريح القرآن، كانت تنزل على رسول الله والمستقبل من بعد رسول الله عليه الأئمة سلام الله عليهم في هذه الليلة الملائكة. هسه بعض يقول يعني الملائكة انتزع على الإمام الحجة، نعم، القرآن يقول وأوحينا إلى أم موسى، أم موسى امرأة عادية كانت، يقول أوحينا إليها، إذا أم موسى الله يوحي إليها، الإمام الحجة الذي هو حجة الله بكم فتح الله، يعني الله فتح الدنيا بهم، يغلق الدنيا بهم، ينزل الغيث بهم. اقرأ زيارة الجامعة الكبيرة شوية، اقعد افتح اليوم بالليل، عيد اترك الأمور الثانية، اقعد افتح الجامعة الكبيرة، شوف هذه الصفات اللي يتكلم فيها الإمام الهادي عليه السلام عن مكانة الأمة، عن درجاتهم. يعني اليوم الإمام هو اللي يمضي، قلنا احنا قبل انه ليلة 15 شعبان تقرر الليلة يمضي، قبل ما يمضي الإمام سلام هي حتى مطلع الفجر، هذه أمان، أمان حتى مطلع الفجر، قبل الإمام عندك وقت للفجر، إذا عندك شيء استفيد من لحظاتك،
احنا بشر ننظر للماديات، اكو جانب غيبي. توسل الليلة هذه، يعني بيدك مصباح، الف مرة قول اللهم صل على محمد وآل محمد، مئة مرة اقرأ سورة التوحيد، صلي صلاة الليل الليلة، صلاة جعفر الطيار، صلي في هذه الليلة شوية. هذه الروح الجسد نبتعد عن المادة شوية، نتألق نعيف الأتكيت، وهذا الستايل اللي موجود، هالناس وهالماديات اللي ذابح الناس وقاضي على الناس، تعال الليلة اجعلها لله، مسكين ابن آدم إلك، الله ما يحتاج عباد ولا صومي ولا عبادتي، وإنما قال لي الله يقول أنا خلق الجنة علشانكم، أنا أريد أدخلك بالجنة، مش لازم اليوم إذا واحد بالامتحان ما مجاوب، نعم يمكن أستاذ يمشي، يمكن مسؤول يمشي، يمكن يغششه، بس عز الله ماكو دقيق. رب العالمين يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ماكو ماكو واحد يغششك، لا نعم. الأئمة سلام الله عليهم الدعاء يحتاج عامل آخر، ارحم ترحم. يا ابن آدم تعال هالليلة صف حسابك مع الناس، تعال قلبنا شوي في رحمة في مودة في محبة، تعال خلي واحد يحب الثاني، تعال الأضغان في قلوبنا، هذه الأحقاد الشيطان بها الأحقاد موجودة، تعال نمسحها، نمسح هذه الأمراض النفسية، هذه مشاكلنا الداخلية الأسرية مع الناس مع الآخرين، تعال امسحها، طيب قلبك طيب هذا الباطن، إذا مسحناه إذا واحد يرحم الآخر الله يشملنا برحمته، رحمة الله تنزل علينا. نبي الله داود هو واقف وإذا بملك الموت يدخل عنده، يشوف شاب واقف عنده نبي الله داود يطالع بحدة، بعدين نبي الله داود سأله بينه وبينه قال له شنو القصة؟ قال هذا الشاب بعد أسبوع أنا أخذ روحه، بعد أسبوع ينتهي أمره، راح ملك الموت، الشاب ما عرف شنو السالفة، بعدين قال له نبي الله داود قلب احترق عليه، قال له تعال انت شنو عندك امنيه؟ ما قال له راح تموت بعد اسبوع، شنو عندك امنيه؟ قال له والله يعني انا يعني ما ادري، شنو عندك امنيه؟ متزوج؟ قال له لا ما متزوج، خلي يتزوج اسبوع هذا، خلي اغير حياته شوي، استانس في حياته، خلي ازوجه. في بنيه ببالك ولا لا؟ قال اكو فلان تاجر عنده بنت، انا ابي هذه البنت. كتب رساله نبي الى ذاك التاجر، قال له تزوج بنتك من هذا الشاب الليله، بعد ماكو روح وسوي حنة وما أدري أحجي صالة وجهز غرفة العروس وما هذا كله كله ماكو ماكو. اليوم هذا كل ما تكثر هالأتكيتات اللي عندنا والناس يقولون علينا وهالكشخات وأوري نفسي قدام الناس، كل ما تكثر كل ما مشاكلنا الأسرية أكثر، كل ما ابتلاءاتنا أكثر، كل ما السعادة تروح من عندنا أكثر، كل ما الإنسان يكون طري في تعامله في هذه الأمور كل ما حياته أجمل. لذلك أشوف حياتنا كلها جافة، ما بيها محبة ما بيها غرام، شوف الزوج والزوج أزواج أكثر البيوت اليوم ماكو ذاك الحب والغرام في داخل البيت، وهذا من أسبابه هالماديات مدمرتنا. على كل حال ودى الورقة التاجر، قرأ الورقة نبي قال له زوج بنتك، نفس الليلة زوج هذا الشاب. شون قال له نبي الله داود؟ قال له أسبوع القادم تجي عندي هالوقت، ما يدري الشاب شنو السالفة، تزوج بعد اسبوع مثلا يوم الاحد، كان اجي يوم الاحد عنده قاعد عنده، هسه شاب ما يدري شنو السالفه، بس نبي ينتظر ملك الموت، الان يجي الان يجي ما يجي، قال لي نروح ساعه طارتنا، احنا يمكن واحد انا بشر ننسى ننسى احنا، بس ما يصير ملك الموت ناسي. قال له تعال بكره، اجى بكره، انتظروا ملك الموت ما اجى، قال له تعال بعد بكره، ثلاث اربع ايام ما اجى ملك الموت، قال له عم روح انت خلص. بعد فتره من الزمن شاف ملك الموت، نبي الله داود قال له يا ملك الموت انت مو قلت بعد اسبوع اخذ روح هذا الشاب؟ قال بلى بلى يا داود، هذا حكم الله تبارك وتعالى. يقول الله لما نظر الى قلبك، انت خليفة الله، انت نبي الله، انت عبد الله، رحمت هذا الشاب، عرفت هذا الشاب ما متزوج، رحت تزوجته وقلبك كان رحيما فرحمت هذا الشاب، الله قال أنا أرحم الراحمين، عبدي داود يرحمه أنا أرحم الراحمين، الله أطال في عمر هذا الشاب. أقول تعالوا الليلة واحد يسامح الآخر، واحد
هالمحبة تكثر بيناتنا، هالمحبة وهالأخوة وهالتعاون. تعال نمسح هذه الليلة كل هذه الترسبات الماضية، خلي ولا الشيطان كل ترسبات الماضي نغسلها ونبدأ من جديد. نبدأ هذه الليلة بمباركة مولاي صاحب العصر والزمان، وسيما إذا اليوم اليوم توجهنا إلى إمام زماننا. تعال اليوم تشلب بالإمام الحجة، قل لدخيلك سيدي يا بقية الله. تعالوا هذا التوسل بالإمام، خلي يكون عندنا هذا التوسل بالإمام. واحد من علماء النجف يقول، هذا العالم يقول، هو كان ما كان كان من إحدى البلاد، يقول أجيت إلى النجف تزوجت امرأة من النجف، بقى هناك فترة، بعد فترة راد ارجع إلى أهله. يقول توجهت وذهبت إلى مشهد الإمام الرضا سلام الله عليه، وذهبت إلى مدينتي. يقول وإذا بامرأته تمرضت، هذه مرته تمرضت مرض خاف أن تموت. يقول بعدين أنا أرجع أروح إلى أهلها شنو أقول لهم؟ أخذت بنتنا وقتلتها وماتت. يقول ذاك اليوم أنا توجهت وتوسلت بالله تبارك وتعالى. يقول طلعت من البيت، يقول لما رجعت وإذا بي أنظر إلى امرأتي تبكي، قاعدة من منامها، كانت نايمة بالفراش وضعها تعبان، كانت تبكي. تقول ليش ما خليتني أروح، يقول التفتت إلها، شنو صاير، وين تروحين، شنو اللي صاير؟ تقول أنا كنت في فراش المرض وإذا بي أنظر، بس هذا عالم مكاشفة، عالم رؤيا. تقول وإذا بي أنظر إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، التفت إلي قال لي هات روحين إلى النجف. قلت نعم سيدي يا أمير المؤمنين، أجي وياك إلى النجف. النجف وين؟ يعني وادي السلام. تأتين إلى النجف معي؟ قلت بلى يا أمير المؤمنين. فقال لي أمير المؤمنين تهيئي، يلا جهزي حالك حتى أوديك إلى النجف. تقول لبست ملابسي وتهيأت، أردت أن أذهب مع أمير المؤمنين وإذا بي أنظر إلى الإمام المهدي. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. تقول وإذا بي أنظر إلى الإمام، التفت إلى أمير المؤمنين قال يا جداه إن هذا العبد، وأشار إلى زوجها، لقد توسل بنا، هذا توسل بينا، هذا عنده حاجة، طلب هذه زوجته، شفاء زوجته. فنظر إلي قال لقد أجل هذا الأمر. في تلك اللحظة أنا بعد لا شفت أمير المؤمنين ولا الإمام الحجة، الله من عليها بالشفاء. كانت تبكي تقول له ليش ما خليتني أروح مع أمير المؤمنين، لماذا أبقيتني في هذه الدنيا. فالإنسان اللي يتوسل بالإمام عجل الله تعالى فرجه، هذا إمامنا. الإمام صدقوني إذا تحزن يحزن معك الإمام، إذا تفرح يفرح معك الإمام. الإمام يعيش أو كل لحظاتنا، كل اثنين وكل جمعة تعرض أعمالنا على بقية الله، بل كل يوم نحن في محضر الله وفي محضر الإمام عجل الله تعالى فرجه. اليوم أرد أوديك عند باب الحوائج إلى الله. قبل ما نبدأ بهذه الأعمال وإحياء هذه الليلة، أرد أوديك إلى باب الحوائج إلى الله، اللي عنده مكانة كبيرة عند أهل البيت، عنده مكانة كبيرة عند مولاة فاطمة الزهراء عليها السلام، عند أمير المؤمنين، عند أخيه الحسين. هذه أمه، هي أم الحوائج، هذه أمه، هي باب الحوائج إلى الله. بعد شلون هو؟ تعال اليوم أوديك إلى قمر العشيرة أبي الفضل العباس. يقول هذا الرجل واحد من المؤمنين، يقول هذه السنة بالأربعينية، يقول أنا داخل إلى حرم أبي الفضل، شفت واحد يقود واحد ثاني، ذاك إنسان مكفوف البصر كأنه أعمى، مكفوف البصر قاعد يقوده. يقول دخل إلى داخل حرم أبي الفضل العباس، يقول بعد ساعة دخلت زرت، يقول طلعت برا وإذا بيشوف هذا الإنسان اللي كان يقول ذاك الإنسان اللي فاقد البصر. يقول شفته هذا فاتح عينه وقاعد ينظر إلى السماء. يقول توني قبل ساعة شايف هذا ما يفاقد البصر. يقول رحت لميته قلت له ها شنو صاير هذا الإنسان. قال هذا الإنسان منذ ولادته خلق مكفوف البصر،
مو بعد ان صار مكفوف البصر، منذ ولادته. يقول هذا جابي من الناصرية من جنوب العراق، يقول جبناه من هناك، وهذا منذ الولادة هو لا ينظر. الآن لأول مرة يفتح عين، توجهنا إلى قمر العشيرة، قلنا دخيلك يا أبو فاضل. توسلنا إلى أبي الفضل العباس، العباس أعطى له هالعين. الآن فتح عينه والناس هجموا عليه لما عرفوا أن العباس من عليه بالشفاء. نقول له سيدي أبو فاضل قدمت عينك أنت، نريدك تعطينا بصيرة بالحياة، تنورنا بالحياة يا قمر العشيرة. تعال هالليلة. ذلك الرجل واحد من المؤمنين أيضا يقول أنا ليلة من الليالي يوم من الأيام كنت في داخل البيت مع أهلي، يقول وإذا بينطفت الكهرباء، يقول بعد شوية أجت الكهرباء. عندي ابن عمره 18 سنة، الولد قال شوية بعد شوية قال يوبا ليش ما أجت الكهرباء، شنو اللي صاير؟ قلت له يوبا شنو قاعد أشوف؟ قال لا ماكو كهرباء. يقول له خليت إيدي قدام عيني شفته، لا ما يشوف هذا ابني، كانه فاقد البصر. يقول وإذا احنا تبين أننا وهذا ابننا صار أعمى مرة واحدة. يقول راحت الكهرباء، اجت الكهرباء، احنا قاعد نشوف بالنور ولكن هو أعمى لا ينظر إلى شيء. يقول صار ضجة، تدري بعد شاب عمره 18 سنة، هو صار يبكي، أبوه أمه أهله في داخل البيت. يقول أنا سألت قلت وين أكو طبيب حاذق، قالوا لي أكو طبيب حاذق في بغداد، هذا رجل مسيحي ياخذ بس يفتح ملف ياخذ 200 دولار من عندك. يقول كل اللي أملك هذا المبلغ، ما كان عنده أموال. يقول بعد مجبورة أخذت ابني وديته إلى هذا الرجل المسيحي، فتحت عنده ملف، شاف ابني وضع بهذه الحالة، قال أنت بعد فترة زمنية تجيني، الآن دور أكو كثيرين قبلك، لازم تنتظر إلى شهرين ثلاثة. يقول أنا طلعت من هذا الطبيب، قلت هسه أنا ليش أرجع إلى أهلي، خلي أروح إلى باب الحوائج، هسه أنا رايح خلي أروح إلى كربلاء، أدخل على الحسين. يقول أيام النظام المقبور ليلة الجمعة الحرم الحسين مفتوح إلى الصبح، وحرم العباس ليلة السبت مفتوح إلى الصبح. يقول كان ليلة السبت، يقول توجهت إلى حرم الحسين، شفت الباب مغلق، قلت أتوجه إلى أبو فاضل، أروح إلى قمر العشيرة، أتوسل بالعباس، هذا ابني هذا. شوف يوم اللي يتوجه الإنسان بكل وجوده. يقول أنا مشيت بخطواتي، قلت له دخيلك يا أبو فاضل، يا أبا الفضل أنا متوجه إليك، عندي حاجة، هذا ابني شاب فقد بصره. يقول أنا دخلت، أنا مشيت، يقول إيش وصلت إلى عند باب العباس، يقول بس دخلت بالباب بعدني ما واصل إلى داخل الصحن. يقول ابني أنا ماسك ابني، يقول وإذا بابني مسك إيده من عنده وقام يمشي، قلت له ابني وين؟ قال له يبا أن العباس أعاد علي بصري، أنا صرت أنظر. أبو فاضل قدم عيونه، ها قدم عيون أبو فاضل، ولكن يقصدون ناس يرجع عليهم بصرهم. يقول الناس التموا علي، يقول أنا ذاك الليل حتى ذول جلاوزة النظام لي أذوني، رحت اختفيت في ذيك الليلة. اليوم الثاني الصبح يقول رحت إلى بغداد إلى ذلك الطبيب المسيحي، اسمع يا الموالي اسمع. يقول لما وصلت إلى الطبيب شفت هنالك ورقة مكتوب اسم هذا الولد، اسم علي، مكتوب علي شفي ببركة أبي الفضل العباس ابنه علي ابن أبي طالب. يقول استغربت، معقولة أن هذا الغلام، وشلون هذا المسيحي يكتب هالعبارة هذه؟ يقول دخلنا على الطبيب، يقول وإذا بي أنظر هنالك مصور مجهز مصور، قلت له شنو صاير؟ قال بارحة لما طلعت من عندي، يقول بالليل أنا نظرت في عالم الرؤيا، وإذا بي أنظر إلى أبي الفضل العباس، دع الله تبارك وتعالى وأن الله من عليك بالشفاء. هذا المسيح صار مؤمن موالي عائلته، الجماعة كلهم صاروا موالين. نقول له سيدي يا أبا الفضل اليوم نريد الروح عند باب أمك أم البنين، تعالوا يا ناس الليلة نطرق باب أم البنين، هذه أم العباس عزيزة على أبي الفضل العباس، لا تدعوني ويكي أم البنين
وانا اللي قلبي يروح الى ام البنين، اريد هذا اللي يحب ام البنين، اللي عاشق ام البنين صيح يا ام البنين دخيلك. لا تدعوني ويك ام البنين تذكريني بليوث العرين، كانت بنون لي ادعى بهم واليوم اصبحت ولا من بنين. لما رجعت القافلة إلى المدينة توجه الإمام زين العابدين قال له يا بشر ادخل إلى المدينة وانعي أبي الحسين. دخل بشر بن حذلم إلى مدينة رسول الله، صار ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين، صيح صيح وياه، قتل الحسين، أفاد معيم دراره. جاءت مولاتنا العقيلة زينب وين ودوها؟ ودوها إلى أخيها محمد بن الحنفي، كان فاقد بصره، لما خربروا بقتل الحسين صار يلطم على رأسه، يحث التراب على رأسه، ينادي وأخاه وحسيناه. جابوا زينب عنده، قال من القادم؟ هذه زينب الهاشمية. قلت له لا أخويا، أنا زينب المسبية، أنا زينب اللي يحجون عني، أنا زينب اللي يحجون عني، والله سليت المصايب ما سلني، أنا تمرمرت من زغر سني ومصايب الدنيا دهني. يقول بشر رحت عند قبر رسول الله، اجتمعوا الناس حولي، يقول وإذا بي نظرت إلى امرأة طويلة القامة تشق الصفوف، وصلت عندي قالت أنت الناعي لأبي عبد الله؟ قلت بلى. قال لي دير بالك بشر، ترى هذه أم البنين، هذه فاقدة أربعة، أنت الناعي لأبي عبد الله؟ قلت بلى. قالت أخبرني عن حبيبي الحسين. يقول ما ردت أخبرها مرة واحدة عن أبنائها. قلت يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت أخبرني عن الحسين، عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. أخبرني عن الحسين، قلت يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت لقد قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين. قلت يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. يقول الراوي كان عبيد الله ابن العباس على كتفها، انهز كتفها، سقط عبيد الله على الأرض، أغمي عليها، أفاقت من غشوتها. قالت يا بشر لقد قطعت نياط قلبي، أخبرني عن حبيبي الحسين. قلت لها يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين. لطمت على وجهها وضربت على رأسها وهي منادية وولدا وحسينا، بالله استعد للبوا آجي يم الابن، ردوا يتامى وانذبح عباس وحسين، يم البنين الأربعة ما حد فنهم، دمهم غسلهم والتراب صاير جفنهم، و
ومن الصباح زينب مشيت للشام عنه فوق الترب مرت وشافتهم مطاعي. شو تقول لك شو تقول لك ام البنين؟ صاحت اولادي وكل من بالعالم يروح ويا ريت عقب حسين ما يا ظلت لنا روح. يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح فدوى لابوسك ناولا يا دي يا مسلمين. وين وين بين بعده ما بدت المصيبة. سألت أم البنين أين زينب؟ أريد أروح أعز زينب. وين زينب وينها زينب؟ أريد أروح أعزيها. أين زينب؟ قالوا لها يا أم البنين زينب في دار أبي عبد الله الحسين. وزينب قالت ما أريد وحدة تدخل علي إلا صاحبة مصاب. قالت شلون أروح إلى بيت الحسين؟ كنت دائما أنظر إلى حبيبي الحسين. ذهبت إلى دار الحسين طرقت الباب جاءت فضة خادمة الزهراء فتحت الباب ما إن نظرت إلى أم البنين رجعت إلى الدار مهرولة. مولاتي يا زينب تعالي عندنا ضيفة ضيفة اليوم. وإذا بمولات زينب قالت يا فضة ما الخبر؟ قالت هذه أم البنين بالباب. خرجت مولاتي العقيلة كأنها مهرولة منادية وأخا وعباسا. وأم البنين تنادي وولدا وحسينا يا صاحت صوت يا فقد الأحباب. والله شموحش يا دار الأطياب وبهالحال لنصيح على الباب. أنا معبايا زينب لا تفترين بجد زينب وصاحت تلقن هاي أم البنين اللي راح منها بنين أربعة وبالحرب نفلي بنين أربعة وبالحرب بعدك هذه القوم قد هجمت على أخيك. الله يبارك فيكم أكل إخوان تجميع للفقراء فقراء ومحتاجين هم ادفعوا صدقة صدقة ليت القدر مستحب دفع صدقة أيضا عن أنواع عن أمواتكم. خلق رالك هذه الرواية بين الجماعة سامعين بصلاة ليلة الوحشة صلاة الميت ويصلوها أول يوم. أول يوم يصلوها الميت يموت الإنسان لما يموت أول ليلة يصلوا له صلاة الوحشة. تدرون في الروايات أهم من صلاة الوحشة دفع الصدقة عن الميت. إذا الإنسان ما يقدر يدفع صدقة ويصلي صلاة الميت مساعدة الفقراء والمحتاجين. جزاكم الله خير إن شاء الله. هذا الشباب إذا في تراب في تراب هنا ولا أي هذا التراب إذا واحد من الشباب يوزع على الجماعة جزاكم الله خير. بعد السجود هذا رجعوا تسجد على التربة يا أخي حتى نفسيا تشعر بشعور يختلف. فهذه التربة وزعوها على الجماعة اللي قاعدين حتى نقرأ الدعاء إن شاء الله يبارك فيكم. الآن التربة يجيبوا لكم قعدوا بمكانكم يجيبوا لكم التربة. إذا واحد من الشباب الحسينية يشيل التربة ويوزع على الجماعة اللي قاعدين جزاكم الله خير.
يا الله. شباب توجهوا للقبلة، بارك الله فيكم، وزعوا التراب كل ما تقدرون اخوان شباب، وزعوا التراب على الموجودين اللي قريبون عنكم. اذا واحد ما عنده تربه خليه على الكلينكس او على الورقه شويه، ما يخالف مو مشكله. يا الله، هذه ليله القدر، وهذه ليله القدر الكبرى تقدر فيها الاقدار، واقدارنا كل ما تقدر تتوجه الى الله، كلما تبكي، كل ما يكون عندك حالة خشوع وتوجه إلى الله. هذه ليلة شوية بالسجود هم ما تطول عليك، ما يخالف، تحمل شوية، هذا الجسد يحتاج لشوية واحد يضغط عليه. هذه ليلة قدركم، شنو عندك حاجات الليلة اذكرها، شنو عندك حاجات توجه إلى الله. هذه ليلة الاستغفار، هذه ليلة التوبة، ليلة العودة إلى الله. ليلة الليلة أنت راح تخلي الإيمان يوقع على أعمالك إلى سنة كاملة. شعدكم حاجات، ادعوا لشفاء المصابين والجرحى، وأن يحفظ هذا البلد الطيب من كل سوء. شيعة أمير المؤمنين يدفع عنهم كل بلاء كل سوء، يجعلهم بأمن وأمان إن شاء الله، يعجل في فرج مولانا صاحب العصر. شنو عندكم حاجات في هذه الليلة، ليلة الحاجات والتوجه إلى الله والقرب إلى الله. إخواني جميعا أسجدوا، إخواني أخواتي توجهوا بالسجود إلى الله. نقرأ هذه المناجات، مناجات التائبين. إلهي جئناك هذه الليلة تائبين، وبين يدينا إمام زماننا. يا الله يا أرحم الراحمين، يا دليل المتحيرين. توجهوا إلى الله بخشوع وتوجه. يا الله، قل أنا عبدك العاصي. إلهي أنا عبدك المذنب. إلهي أنا عبدك المتجرئ عليك. إلهي أنا عبدك العاصي. يا الله، جئت إليك، أنت قلت ادعوني أستجب لكم. يا الله، إلهنا أنظر إلينا نظرة الرحيم. هنيئا نساء رجال، نيالكم هالليلة، هذه ليلة العمر هذه. يا الله يا الله، توجهوا إلى الله. نقرأ هذه المناجات. تصور الإمام زين العابدين يقرأ المناجات بأي توجه، بأي خشوع، بأي خضوع وخشوع. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ألبستني الخطايا ثوبا مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمانة قلبي عظيم جنايتي، فأحيي بتوبة منك يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي، فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا، وقد خضعت بالإنابة إليك، وعنوت بالاستكانة لديك. يا الله، إلهي هذه الليلة كلنا في حالة سجود توجهنا إليك. يا الله، فإن طردتني من بابك فبمن ألوم، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ،
فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي ووالفاه من سوء عملي واجتراحي. أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكثير أنت بليم بقاتل جرائر وتستر علي فاضحات السرائر ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك يا الله ولا تعرني من جميل صفحك وسترك. إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين لك العتبى حتى ترضى. إلهي بقدرتك علي تب علي وبحلمك عني اعف عني وبعلمك بي ارفق بي. إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا يا الله فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. إلهي ما إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض بمعروفك فجدت علي. يا مجيب المضطر يا كاشف السوء يا عظيم البير يا عليما بما في السر يا جميل الستر استشفعت بجودك وكرمك إليك وتوسلت بجنابك وترحمك لديك يا الله فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي العاف 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 إلهي فمن
يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري. لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي. يا الله إلهي ارحمنا برحمتك الواسعة. يا مؤمنين يأخذوننا إلى القبر في جنازة، رحت إلى المقبرة شفت الذين في الجنازة، هذا يومكم ويومي. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحده، أبكي لسؤال منكر ونكير. يا الله أبكي لسؤال منكر ونكير لي، أبكي لخروج من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها قترة وذلة. سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي. يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا أرحم الراحمين يا دليل المتأطلب حوائجكم إلى الله. يا الله يا الله. اللي يحب يسجد الحين يقعد على راحتكم، نقرأ مقاطع من دعاء الجشن ولو مقاطع قصيرة. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار. توجه إلى الله، اسمع الكلمات وحاول بكل وجودك تكرر هذه الكلمات. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث من النار. يا نعم الحسيب، يا نعم الطبيب، يا نعم الرقيب،
يا نعم القريب يا نعم المجيب يا نعم الحبيب يا نعم الكفيل يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم النصير سبحانك يا الغوث الغوث يا حبيبا من لا حبيب له يا طبيبا من لا طبيب له يا مجيبا من لا مجيب له يا شفيقا من لا شفيق له يا رفيقا من لا رفيق له يا مغيثا من لا مغيث له يا دليلا من لا دليل له يا أنيسا من لا أنيس له يا راحما من لا راحم له يا صاحبا من لا صاحب له سبحانك يا لا إله إلا أنت خلصنا من يا من ذكره شرف للذاكرين يا من شكره فوز للشاكرين يا من حمده عز للحامدين يا من طاعته نجاة للمطيعين يا من بابه مفتوح للطالبين يا من سبيله واضح للمنيبين يا من آياته برهان للناظرين يا من كتابه تذكرة للمتقين يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين يا من رحمته قريب من المحسنين سبحانك يا خلصنا من يا حبيب الباكين يا سيد المتوكلين يا هادي المضلين يا ولي المؤمنين يا أنيس الذاكرين يا مفزع الملهوفين يا منجي الصادقين يا أقدر القادرين يا أعلم العالمين يا إله الخلق أجمعين سبحانك يا يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يمنعه فعل عن فعل يا من لا يلهيه قول عن قول يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال يا من لا يحجبه شيء عن شيء يا من لا يبرمه إلحاح الملحقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من هو منتهى همم العارفين يا من هو منتهى طلب الطالبين يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين سبحانك يا لا إله الغوث الغوث
عيدوها عيدوها. سبحانك يا لا إله. سبحانك يا لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. تهيأوا لي وضع المصاحف إن شاء الله بكل خشوع، وأنتم تذكرون أسماء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. كل ما الإنسان يكون في حالة التوجه وحالة خشوع بعد ليلة القدر الأولى والثانية راحت. هذه الفرصة الأخيرة بعد لا يفوت الإنسان هذه الفرصة. إلهي جئناك في هذه الليلة وقدمنا إليك محمد وآل محمد، انظر إلينا يا الله نظرة الرحيمة في هذه الليلة في هذه الساعة. يا الله يا أرحم الراحمين. المصاحف خلوه أمام وجوهكم. خلوا المصاحف أمام وجوهكم، اقرأوا معي هذا الدعاء. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. يا الله أطلب حوائجك من الله. اللهم شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا من عليهم بالأمن والأمان. يا الله يا الله يا الله. من أهم الحاجات في هذه الليلة العافية. قولوا أسأل من الله العافية. اللهم إني أسألك العافية في الدين والدنيا، في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية. اللهم إني أسألك العافية. يا الله يا أرحم الراحمين. إلهي لا تحرمنا من خدمة أهل البيت، إلا لا تحرمنا من هذه المجالس، من هذه الحسينيات، من هذه النور، نور أهل البيت وهالخدمة لهذه المجالس. اللهم العتبات المقدسة احفظها بحفظك يا الله. من يريد بها سوءا رد كيده في نحره. ضعوا المصاحف على رؤوسكم، وهذا بدلالة كبيرة. القرآن تفتح أمام وجهك وتدعو، ثم تضع القرآن على رأسك بهذه الحالة، يعني كتاب الله على رأسي وأنا أتوجه إلى الله. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله بك يا الله يا الله جميعا جميعا. بك يا الله بك يا بك يا الله بك يا الله. إلهنا في هذه الليلة بعد اسمك المبارك نتوجه إلى حبيبك رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله يا حبيب الله.
يا أبا الزهراء يا أبا القاسم، في هذه الليلة توجهنا إليك، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا وستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا رسول الله، يا وجيها اشفع لنا. إلهنا بمحمد 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 صلى الله عليه وآله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي يا علي، كلنا يتاماك يا علي. زينب هذه الليلة يتيمة، الحسن والحسين أم كلثوم كلهم يتامى، كلنا على بابك. يا أمير المؤمنين أنقذنا من هذه الغمة، يا علي أنت كنت مع رسول الله تدفع الأذى عن رسول الله، يا علي نادي عليا مظهرا لك في النوائب كل هم مأجور بولايتك يا علي يا علي، ناد عليا مظهرا يا علي تجده عونا كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي. إلهنا بعلي 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 صلوات الله وسلامه عليه. يا بنت رسول الله، الضرب ألمها وسود متنها، وسقوط محسنها يجدد حزنها، صرخت ونادت يوم أدموا جفنها، صبت علي مصائب لو أنها
صبت على الأيام صرنا ليالي تقللوا جن من ولم صدري وبيدي لازم أضلوعي وعاين محسن قبالي وتجري المحسن دموعي تقل ابويا قمت للباب لكن ما علي حجاب حسبي الرجس من الذي دخل في الباب والله عصرني عصرني وكسر الضلعي وصدر عايب بالبسمار وجنيني ايست منه الى انام بفاطمة 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 علي السلام يا الله يا كريم أهل البيت أيها الإمام الحسن يا مولاي يا غريب أهل البيت أيها الإمام الحسن أسفي على مولاتي العقيلة زينب نظرت إلى أخيها الإمام الحسن وهو يقذف كبده لطمت على وجهها تنادي وأخاه وحسنا إلهنا بذلك القبر المهدم إلهنا بذلك القبر الذي ليس له زائر إلهنا بقبر مولاي الحسن المجتبى يا الله انظر إلينا نظرة رحيمة إلهنا بالحسن بالحسن جميعا جميعا بالحسن 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 عليه السلام لا يوم كيومك يا أبا عبد الله جينا ننشد كربلا مضيعين يا حسين أيها الناس يا مؤمنين في يوم القيامة يأتي إليه خطاب لسيد الشهداء يقول له يا أبا عبد الله في الدنيا من نادى يا حسين خذ بيده وادخل به إلى الجنة يا حسين يا حسين يا جينا ننشد كربلا مضيعينها أدري بك عاشق للحسين أدري تعشق الحسين لذلك أقرأ لك الأبيات هذا الحج زاير جينا ننشد كربلا مضيعينها بها زينب قالوين يسرين يسرا ولا الواحد فزع شال حاد ضعون بليل وقطع عرد نجديك وين ابو فاضل وقايا ما تع
تدلون الشريعه ويانا، لما ارادوا باخراج الزبايا من كربلاء مروا بهن على القتلى، وزينب تنادي وجدا ومحمدا هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء، مروا يا حادينا يم جسم والي انقل لبوس كينا ترضى الشباب على الشباب، مروا على الأكبر فوق الثرى مطبر نادوا بني حدار بل كان يدفنوا الشباب هالقاسم لكم هذا، مروا على القاسم فوق الثرى النايم نادوا بنيها بل كان يزفوا بعد اسم بعد اسم واحد عزيز على قلبك عزيز على قلبك، وين هذا؟ هذا أخو زينب أخو زينب، مروا على العباس مروا على العباس جثة بلا شاف البصر يا ناس تمشي وتخلوا يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله ليلة الجمعة يا ريت مثل هالليلة كنا عندك أبا عبد الله ليلة الجمعة نكون عند الحسين منا وجه لنداء للحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وين الحسيني؟ إلهنا بحق أبي عبد الله الحسين، إلهنا بالحسيني بالحسيني يا حسين بالحسين 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 عليه السلام يا أبا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا زين العابدين يا وجيها يا سيد الساجدين اشفع لنا إلهنا بعلي ابن الحسين بعلي ابن بعلي ابن الحسين
بعلي بن الحسين، 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 بعلي بن الحسين عليهما السلام. إلهنا بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي عليهما السلام. إلهنا بجعفر ابن محمد، 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 بجعفر ابن محمد عليهما السلام. يا باب الحوائج، يا موسى بن جعفر، يا أبا الحسن، وين الحوائج؟ وين اللي عنده حاجة توجه قلبك إلى الكاظمية؟ يا أبا الحسن، يا موسى بن جعفر، أيها الكاظم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي. يا باب الحوائج، يا وجيها عند، اشفع لنا، يا وجيها عند، إلهنا بموسى بن جعفر، بموسى بن جعفر، بموسى بن جعفر، بموسى بن جعفر، بموسى بن جعفر عليهما السلام. يا الله، يا علي بن موسى الرضا، يا مولاي، يا أبا الحسن، يا علي بن موسى أيها الرضا، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها أيها الرضا، اشفع لنا، يا علي بن موسى الرضا، يا وجيها اشفع لنا، إلهنا بعلي بن موسى، بعلي بن موسى، بعلي بن موسى،
بعلي ابن موسى، بعلي ابن موسى، بعلي ابن موسى، بعلي ابن بعلي ابن موسى، إلهنا بباب المراد محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلهنا بمحمد بن علي، 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 بمحمد بن علي عليهما السلام. إلهنا بعلي بن محمد، بعلي بن محمد، بعلي ابن محمد، بعلي ابن محمد، بعلي ابن محمد، بعلي ابن محمد عليهما السلام. إلهنا بالحسن ابن علي، بالحسن الحسن ابن علي، بالحسن ابن علي، بالحسن ابن علي، بالحسن ابن علي عليهما السلام. يا صاحب الزمان، يا مولانا، يا مولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا صاحب الزمان. اشفع لنا يا مولاي يا وجيها، اشفع لنا. نادي نادي إمامك يا وجيها عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، إلى متى أحار فيك يا مولاي؟ نظر إلينا يا صاحب الزمان في هذه الساعة من منتصف الليل، يا سيدنا ومولانا يا صاحب الزمان، يا ابن الحسن، يا ابن، يا ابن الحسن. نادي نادي إمامك يا ابن، يا ابن، يا يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو؟ يا ابن، يا ابن، يا
صاحب الزمان يا ابن ال يا ابن ال يا ابن الحسن يا قمر تم إلى مسرار ذاب محبوك من الانتظار لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار مولاي متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول انتظار يا ابن ال يا ابن ال يا ابن الحسن يا ابن ال يا ابن الحسن يا الله في هذه الليلة نناديك بإمام زماننا يا حجة الله يا صاحب الزمان إلهنا بالحجة 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 عجل الله تعالى فرجه الشريف يا الله اطلبوا حوائجكم إلى الله فإنها مقضية إن شاء الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ادعوا للي ما يقدرون يحضرون للجرحى للمرضى ادعوا لأمواتكم ادعوا للشهداء ادعوا لتعجيل فرج الإمام يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نقرأ هذه الآية الكريمة لقضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب يا الله وين الحوائج جميعا جميعا. أما يجيب ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب يا مجيب المضطر يا كاشف السوء يا الله اللهم عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وإليك يا رب المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآله الذين فرضت علينا طاعتهم
فعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا علي يا علي انصراني فإنكما ناصران واكفياني فإنكما يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة الساعة العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله اطلبوا حوائجكم إلى الله يا الله يا أرحم الراحمين يا دليل المتحيرين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم أرض إمام زماننا عنا يا الله وفقنا لنيل رضاه اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اقض حوائج المحتاجين من على المرضى والجرحى والمصابين بالشفاء العاجل يا الله اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء يا الله شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا من عليهم بالأمن والأمان والنصر يا الله من يريد بهم كيدا اللهم رد كيده في نحره يا الله اللهم احيني حياة علي بن أبي طالب وامتني ممات علي بن أبي طالب اللهم من ليست لهم ذرية ارزقهم الذرية الصالحة يا الله من لهم هم وغم إلهنا بحق مولاة أم البنين فرج عن همهم وغمهم يا الله شبابنا فتياتنا نور قلوبهم بالهداية والتقوى والفضيلة يا الله أبعد عنهم شر الجن والإنس يا الله إلهنا تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك اللهم كل وليك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام على الحسن المجتبى، السلام على الحسين الشهيد، السلام على علي زين العابدين، السلام على محمد الباقر، السلام على جعفر الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد الجواد، السلام على علي الهادي، السلام على الحسن العسكري، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، عجل الله تعالى لك الفرج يا الله. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس، وعلى أختك أم المصائب زينب، وعلى اليتيمة رقية. السلام عليكم أمتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وإلى أمواتكم وإلى أرواح شهدائنا وشهداء جامع الإمام الصادق، إلى شهدائكم شيعة أمير المؤمنين. الفاتحة مع الصلوات.